تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية أرلا اللي من أجل إخماد حريق من منطقة بلدية عين البيضاء، شملت 5 مناطق وهي منطقة عين المخزن، عين ساكتة، عين الصغيرة، عين الغربية، الشط، عين الشرقية. وكما تلاحظين يعني المساحة هائلة بسبب العوامل الطبيعية، يعني هو بالرياح اللي ساهمت في انتشار النار. والحمد لله يعني الوحدات نتاعنا قدرت تسيطر على جميع النقاط هذه بمساعدة الجيش الوطني الشعبي وشركة سوناتراك.